أيما منطقة؟ هاي منطقة الأحمدية. احكي لنا شنو اللي صار اليوم الساعة عشقد؟ والله الساعة تقريبا قبل ساعة أقل الساعة جو كادر عمال يشتغلون خطية، بثنا الشغل بثنا على العمل وقعت عليهم الصبية، أدى واحد قتيل وثلاثة أربعة شظة خطية بثناء السقوط مال الأنقاذ. جرحوا هاي الشظة خطية. تصور هاي شنو أسبابها يعني؟ والله هي أسباب هاي الحكومة، لو أكو دعم، لو أكو الدولة تدعمنا، حكومة تدعمنا، ما صار هذا الشيء. المناطق جوا أكو بيوت بعد، يعني بعد أكو أماكن مهددة أيضا بالسقوط. والله أستاذ زياد أكو بيوت تقريبا ما ويق على شوية جوا، إذا تفوت منطقة الأحمدية مسكوني، مسكوني العالم فقاري ويصا بتروح مسكوني وقاعدين بيها والأمر لله. لو اكو دوله، لو اكو دعم، لو اكو كذا، ما يصير هذا الشيء. يعني هذا شنو ذنبه؟ عامل فقير تعبان جاي على 15,000 وقعت صبي قتلته. هاي الدوله مالنا، لو اكو دوله، لو اكو حكومه تدعم هاي العالم، ما يصير هذا الشيء. والله استاذي هاي عماره مال ابو الملك، ابو الملك جاب له عمال، ف واحد من العمال فوق يفلشون الصبه وقعت عليه، مو كانوا مات، والباقي جرحى، الباقي جرحى. دفع المدني عما وصل متاخر، فعما نزلنا العامل، واي العامل توفى، الولد اللي جو صبه توفى. اكو بعد يعني ابنيه اين للسقوط؟ هسه انت اذا تطب جوا وتشوف بعينك يعني شكو بيوت، وبيوت يعني منتهيه فد مره وحيل خطره، بس وين الحكومه؟ وين الحكومه تجي تشوف تدحك طماش اتعوض؟ ماكو احد يعوض. هسه لو اكو احد يعوض، لو اكو دفاع مدني يجي يفلشها، كان جت يفلشتها، ما يجيب لك عامل والعامل جاي له على 15,000 راح مات. وين الحكومه؟ وين الدوله مالنا؟ ها اكو بيوت هسه جوا يعني منتهيه بيوت، يعني تخاف تمشي من جواتها. وصارت عده كوارث جوا. انا اول من طبينا هنا السقف نايم يعني عليه، واقع عليه السقف. جينا عندنا جكات عند الجك، وبالجكات رفعنا السقف، بس ما السقف ثقيل، رفعنا السقف، ورا ما رفعنا السقف طلعناه، بس يعني كان منتهي يعني هو السقف. إيه لا متوفي وصبه سقف كامل واقع عليه. يعني هاي ايش الاسباب حسب اعتقادك؟ يعني ما الاسباب، هذا هو واقع يعني بيوت واقع منتهي حجر.